الاحتفال باليوم العالمي لحريه الصحافه وليس الاحتفال بالصحافه. مهم جدا تنبيه لهذه النقطه اي نتحدث عن حريه الصحافه، لانه لا يمكن ابدا ان نتحدث عن الصحافه في غياب حريه، فهي مشروطه شرط حياه. وبالتالي كما تعلمون في العالم باسره هناك دائما توقف عند مدى فسح المجال للصحفيين والصحفيات من أجل أن يمارسوا هذه المهنة بحرية، لأن في غياب حرية لا يمكن للصحافة أن تؤدي دورها، دور الرقابة، دور الإخبار، دور التحسيس، دور لفت الانتباه. كذلك المغرب معني هو معني بدرجة الأولى بهذه النقطة، علما أن المغرب يعتبر من الدول القلائل في العالم العربي عفوا منذ 1958 عندما صدر ظاهرة الحرية العامة. المغرب كان واضحا منذ ذلك الوقت أنه لا صحافة بدون حرية، وبالتالي كما تعلمون هناك حرية إصدار الصحف، هناك حرية إصدار حاليا الإذاعات وقريبا القنوات التلفزية. وطبعا هي الحرية هي مجال لا ينتهي، يبدأ ولا ينتهي، فبالتالي سيظل صراع ومطالبة بحرية أكبر طيلة الزمن. فدائما سنجد وسنقول إن الحرية في حاجة لتوسيع، إلى مع ظهور الآن تكنولوجيات جديدة، مع ظهور هذا الذكاء الاصطناعي، مع ظهور هذه الوسائل الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الصحفيون في حاجة لحرية أكثر لكي يواجهوا الأخبار الضالة، الأخبار المضللة عفوا، الأخبار المشوشة، الأخبار الفيك نيوز. ولكن الحرية كذلك مرتبطة بحرية الحصول على المعلومة، لأنه لكل العمل الصحفي يحتاج كل الشروط، لا بد أن يصل الصحفي إلى المعلومة، وبالتالي لا بد من جهود أكبر في المغرب أن تفتح الأبواب أمام الصحفيين للحصول على المعلومة، لأن ذلك سيحد من الأخبار المزيفة والأخبار الكاذبة. كذلك يجب أن نربط الحرية بالمسؤولية، ونربطها بأخلاقيات، أخلاقيات مهنة الصحافة. الحرية لا تعني الفوضى، ولا تعني أن الصحفي يحمل سكينا أو سيفا أو مسدسا ويقصف من يريد كيفما يريد ومتى يريد. لا، الحرية تعني كانت مسؤولية، أي التأكد من الخبر، التأكد من المعلومة. تعني كذلك أخلاقية المهنة، لأن كما تعلمون القانون موجود، ولكن الأخلاقيات موجودة كذلك. الأخلاقيات مرتبطة بالضمير وبالقلب وبالإيمان الصحفي. كذلك لا يمكن أن نعت الناس بأقدح النعوت إلى غير ذلك. فبالتالي الحرية مرتبطة بهذين المجالين، المسؤولية واحترام الأخلاقيات. وأخيرا يجب كذلك على الجهاز التشريعي في المغرب أن يوسع مجال الحرية، وأن يترك المجال أوسع ليتحرك الصحفي بحرية أكثر، لكي يخدم المجتمع، يخدم الديمقراطية، يخدم البلد. نحن في حاجة إلى حر، إلى صحافة حرة وقوية ومسؤولة تدافع عن البلد ضد طبعا أعداء المغرب، وكذلك تدافع ضد العدو الحقيقي اللي هو الجهل، اللي هو الأمية، اللي هو الأشخاص الذين يسمحون لأنفسهم باستغلال الأموال العمومية إلى غير ذلك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.